أخيرا نسأل فضيلتكم شيخ صالح بعض الحديث عن أوقات النهي جزاكم الله خيرا، وهل يجوز لمسلم أن يصلي في تلك الأوقات لعذر من الأعداء؟ أوقات النهي كما جاءت في الأحاديث من بعد طلوع الفجر إلى أن ترتفع الشمس، فلا يصلى إلا راتبة الفجر وصلاة الفجر فقط. بعد طلوع الفجر لا يصلى إلا راتبة الفجر وصلاة الفجر، ثم يمتنع عن صلوات النوافل إلى أن ترتفع الشمس. وكذلك عند قيام الشمس وهو توسطها بكبد السماء إذا كانت على الرؤوس حتى تزول إلى جهة الغرب ويبدو لها ويبدو الظل من إلى المشرق، فحينئذ لا بأس بالصلاة نافلة أو فريضة. أما وقت توسط الشمس في كبد السماء وانتهاء الظل فهنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذا الوقت. وكذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس، من بعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس، هذا ليس فيه صلاة نافلة، منهي عن ذلك. وأما الفرائض الفائتة إذا فاتته فريضة نسيها أو نام عنها حتى خرج وقتها فإنه يصليها في أي وقت ذكرها أو استيقظ من النوم ولو كان في وقت نهي، تقضى الفرائض في أوقات النهي لا مانع من ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، قال تعالى وأقم الصلاة لذكري. وكذلك صلاة ركعتي الطواف، إذا طاف الإنسان بالبيت سبعة أشواط سواء كان هذا الطواف فريضة أو نافلة فإنه يصلي ركعتين ولو كان في وقت نهي، لأن ركعتي الطواف يصليان في أي وقت. وكذلك عند المحققين من أهل العلم تحية المسجد، إذا دخل المسجد فإنه يصلي ركعتين عند المحققين من أهل العلم ولو كان ذلك وقت نهي. بعموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا عام في جميع الأوقات ظاهر الحديث. وكذلك صلاة الكسوف، صلاة الكسوف تصلى على الصحيح ولو في وقت النهي، إذا حصل الكسوف فإنها تصلى كما لو كسفت الشمس بعد العصر فإنها تصلى، لقوله صلى الله عليه وسلم في الكسوف إذا رأيتم منهما ذلك يعني الشمس والقمر فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم، فعلق الصلاة بحصول الكسوف في أي وقت كان، وهذا ما يسميه العلماء بذوات الأسباب، فإنها تفعل عند وجود أسبابها في أي وقت على الراجح من قولي العلماء.